كتاب فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي. الدرس الأول: الأعداد من 0 إلى 999. إذن الصفحة 10 والحادية عشرة. الحصة الرابعة: استثمر. ألاحظ عدد المئات والعشرات والوحدات. إذن العدد هو العدد، نلاحظ عندي هنا المكعبات، عدد المكعبات، هذه المكعبات هي الوحدات أو ليزونيتي. إذن العدد خمسة، خمسة وحدات. القضبان، عندي هنا القضبان، عدد القضبان ثلاثة، القضبان هي العشرات، تمثل العشرات، إذن عددها ثلاثة. الصفائح تمثل المئات، عدد المئات ثلاثة، العدد هو 335. نكتب العدد. 2. اكتب قيمة كل رقم. العدد عندي هو 735. نلاحظ الرقم 5 هو رقم الوحدات. ما هي قيمته؟ قيمته 5. الرقم 3 هو رقم العشرات. ما هي قيمته؟ قيمته 30. الرقم 7، 7 هو رقم المئات. ما هي قيمته؟ هي قيمته 700. تمرين ثالث: أرتب أثمنة الأجهزة من أرخص جهاز إلى أغلى جهاز. أرتب أثمنة الأجهزة من الأرخص إلى الأغلى. من أرخص الجهاز الأول المكواة، ثمن المكواة 378 درهما. الآلة المصورة ثمنها 875 درهم. الشوشوار الجهاز الثالث ثمنه 250 درهم. إذا نرتب هذه الأثمنة ونقول من هو ما هو الثمن الأرخص، إذا أي ما هو العدد الأصغر. لترتيب هذه الأعداد نرتب أولا، نبدأ بحساب عدد الأرقام في كل عدد. هذا العدد الأول عنده ثلاثة أرقام، هذا ثلاثة أرقام، هذا ثلاثة أرقام، إذن الأرقام متساوية. نمر الآن إلى ترتيب رقم المئات. هذا رقم مئاته ثلاثة، رقم مئاته ثمانية، رقم مئته 2. إذن ما هو الرقم الأصغر؟ هو 2. إذن العدد الأصغر هو 250. نكتب. يلي 378، ثم أخيرا 875 درهما. إذن هذا الترتيب: 250 أصغر من 378 أصغر من 875. المرينة الرابعة، هذه دائما في الحصة الرابعة، أكمل ملء الجدول. إذن عندي الجدول نكمله. العدد عندي 354،
لاحظ إذن العدد كتبنا 354 هو 4 وحدات و5 عشرات و300. هو أيضا عند تفكيك هالعدد نفككه 300 زائد 50 زائد 4. إذن نجيو لهذا العدد هنا، العدد 6 وحدات و8 عشرات و500. ما هو العدد 6 وحدات و8 عشرات و500؟ إذن 586 نكتب. نفكك هذا العدد 500 زائد 80 زائد 6. نكتب العدد بالحروف 586. نجيب العدد التالي 700 زائد 90 زائد 2. هي إذن كم من وحدة؟ 2 وحدات و9 عشرات و700. 2 وحدات و9 عشرات و700. ما هو العدد؟ و792. نكتب العدد 792. نكتبه بالحروف 792. العدد 165. لاحظ إذن العدد 165 نكتبه وهذا العدد كم من وحدة؟ 5 وحدات و6 عشرات كم؟ والمئة 101. إذن 5 وحدات و6 عشرات و100 أو 101. نفككه هو 100 زائد 60 زائد 5. التمرين الخامس، استعمل كل رقم من الأرقام 1، 2، 3 وأكون كل الأعداد من 3 أرقام وأرتبها من أصغر إلى أكبر. إذن غنبداو أولا العدد، ندير واحد عدد رقمه 101، نكون عدد من 3 أرقام. إذن العدد 132. نقلبه هاد 32 123. نكون الآن عدد رقم 102. إذن 231. نقلبه هاد 31 213. الآن رقم 100 غنديرو 3. 321 نقلبوه هاد 21 312. إذن الآن نرتب الأعداد، عند الأعداد هي هذه، نرتبها من الأصغر إلى الأكبر من طبع الحال. إذن عند ترتيب الأعداد نبدأ كرتبه، نشوف رقم المئات. هذا عنده 1، 2، 3، أصغر رقم هو 1. كاين جوج أعداد عندهم 1، 132، 123. هادو متساويين في رقم المئات. إذن كندوزو رقم العشرات، هذا عنده 3،
هذا عنده اثنان، اثنان أصغر من ثلاثة، إذن العدد الأصغر هو 123. نشطبو عليه، نشطب عليه، ثم كيتبعو أصغر من 132، كنشطبو عليه، كندوزو الآن. عندنا أرقام المئات اللي بقاو لنا 2 و3، اثنان أصغر، ولكن عندنا جوج أعداد عندهم رقم المئات 2. كندوزو رقم العشرات، هذا 3، هذا عنده 1، إذن 1 أصغر من 3، إذن العدد الأصغر هو 213. نشطبو عليه، أصغر من 231، كنشطب عليه، بقاولنا هاد جوج الأعداد. الآن أرقام المئات متساويين، أيضا عندنا 3 3، كندوزو العشرات، هذا عنده 2، هذا عنده 1، إذن 1 أصغر من 2، إذن أصغر عدد هو 312. كتبوه، كنشطبو عليه. أخيرا كيبقى لنا 321، ونشطبو عليه، وكيكون عندنا الترتيب كالتالي: 123 أصغر من 132، أصغر من 213، أصغر من 231، أصغر من 312، أصغر من 321. دوزو التمرين الحصة الخامسة. التمرين الأول: ألاحظ الخريطة وأقرأ الجدول وأرتب أطوال الأنهار من الأطول إلى الأقصر. إذن هذه هي الخريطة، عندي فيها مجموعة من الأنهار، عندي هنا جدول فيه طول كل نهر. المطلوب أن نرتب أطوال هذه الأنهار من الأطول إلى الأقصر. إذا نشوفوا الجدول، عندنا اسم النهر طول بالكيلومتر، اسم النهر واد منوية طوله 520 كيلومتر، واد سابو طوله 496 كيلومتر، واد أبي رقراق طوله 240 كيلومتر، واد أم الربيع طوله 555 كيلومتر، واد تنسيف طوله 270 كيلومتر. إذا المطلوب أن نرتب هذه الأطوال من الأكبر إلى الأصغر، أي من الأطوال إلى الأقصر. قلنا أنه عند ترتيب هذه الأعداد نلاحظ عدد الأرقام، الأعداد كلها لها 3 أرقام. ندوزو نرتب إلى رقم المئات، واد ملوية رقم مئاته 5، واد سبو العدد رقم مئاته 4، واد أبي رقراق رقم مئاته 2، واد أم الربيع رقم مئاته 5، واد تنسيف رقم مئاته 2. صافي. إذا الآن كنشوف أن 5 4 2 5 5، أعلى رقم هو 5، أكبر رقم هو 5. عندنا جوج أعداد لهم رقم مئاتهم 5، عندنا 520 555. كندوزو رقم العشرات، العشرات هذا عنده 2، هذا عنده 5، إذن 5 أكبر من 2، إذن أطول نهر هو واد أم الربيع 555 كيلومتر. نكتب، نشطبو عليه، كنشطبو عليه، كيتبعو
520 كنشطبوا على العدد، كيبقاو لنا الاخرين 4 2 2. اذا عندنا الرقم اكبر 4، اذا هذا العدد ونسبو 496 كيلومتر، كنكتبوه نشطبوا على العدد. بقاو لنا جوج الاعداد الان عندهم رقم 102 2، نشوفوا رقم العشرات، هذا عنده 4 هذا عنده 7، اذا 7 اكبر من 4، اذا اكبر من 270. نشطبوا على العدد، واخيرا اكبر من 240 ونشطبوا على العدد. والترتيب كالتالي 555 اكبر من 520 اكبر من 496 اكبر من 270 اكبر من 240. التمرين الثاني، j'écris le nombre sur la droite numérique. j'écris من اكتب الاعداد على المستقيم العددي، هذا عنده هو المستقيم العددي. le nombre العدد 490 490. اذا 491 492 493 494 495 496 497 498 499 499. نكتب هذا العدد. عندي الآن هنا العدد 510. العدد عندي 510 جيكري. العدد عندي الموالي ل 520، إذن ما هو العدد؟ هنا أصغر منه كاين 520، كاين 519 518، هذا هنا 517. إذا 520 530، ما هو العدد هنا؟ نحسبوها التدريجات، 525 530، كتبعوا هنا العدد 533. Je compare. Je compare. أقارن. Ces nombres. هذه الأعداد. 2 par 2. 2 2. إذن عندي العدد 491 519، وقارن بين العددين. لاحظ رقم 100 عنده هذا العدد 4، رقم 100 هي 5، 4 أصغر من 5. إذن هنا هذا العدد 491 أصغر من 519. العدد عندي 490 509. لاحظ رقم 100 عنده 4، هذا رقم 100 هي 5، إذن هذا 4 أصغر من 5. 490 أصغر من 509. العدد 530 503. رقم 100 هي 5، رقم 100 هي 5، إذن متساويين عندهم نفس الرقم.
كندوزو الرقم العشرات، هذا عنده 3 وهذا عنده 0، 3 أكبر، إذن 530 أكبر من 503، وأخيرا 501، 510 هذا عنده 5، رقم المئات 5، إذن متساويين. ندوزو الرقم العشرات، هذا عنده 0، هذا عنده 1، 0 أصغر من 1، إذن 501 أصغر من 510. نعود أخرى، 491 est inférieur à 519. 490 est inférieur à 509. 530 est supérieur à 503. 501 est inférieur à 510. وأخيرا أتذكر، لاحظ هنا العدد عندي 300 إذن 100 هي لي سنتين، عندي 4 عشرات، عشرات هي لي ديزين، 5 وحدات، الوحدات هما لي زونيتي، إذن 300 عندها 40، عندها الوحدات 5، العدد هو 345، أي 300 + 40 + 5 تساوي 345. الصفائح لنا هي المئات، صفائح 3، الخطبة هما العشرات، عندي 4، هنا واحد خادي بنقص، هنا نكتبوه رسموه، 4 خطبان هي 4 عشرات، والمكعبات هي الوحدات 5، العدد 345، 345، إذن 300، 400، 4 ديزين، 4 عشرات، 5 يونيتي، و 5 وحدات، 300 + 40 + 5. الرقم 5 يمثل 5 وحدات، لو شيفر 5 ريبريزونت 5 يونيتي. الرقم 4 يمثل 40 وحدة، لو شيفر 4 représente 40 unités. الرقم 3 يمثل 300 وحدة، هو 3 رقم المئات. Le chiffre 3 représente 300 unités. إذن هكذا نكون قد أتينا على نهاية الصفحة 11، وشكرا.